وسبق المؤتمر الصحفي جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي والرئيس الفاكير، وشهدت المباحثات تأكيد الرئيس السيسي على استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في الفترة الراهنة ارتباطا بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام الموقع عام 2018 والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية. هذا وقد شهد اللقاء كذلك التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، كما تناول أيضا لقاء مستجدات قضية سد النهضة في ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين الشقيقين في هذا الشأن. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد سلفا كير رئيس جنوب السودان، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعرض حرس الشرف. حرس الشرف جاهز للتفتيش.